بونجور ا توس، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم لا روسيت تاع التوك توكا وتسردين بالدرسه. قبل كل شيء ما تنساوش تضغطوا على هذاك، ولا عجبتكم بيان سور لا فيديو تضغطوا على هذاك الزر اللي راكم تشوفوه وتهبزوا وديروا لي اشتراك القناه. هنا عندي 3 حبات تاع الفلفل حلو، انا خيرت حمر قطعته دي روندال، زدت معاه 2 حبيبات تاع البصل قطعتهم دي ترونش. عندي هنايا ابي بخي واحد 3 مغارف تاع ماكله تاع الزيت، الملح وديريكتوم فوق النار نتبلهم مليح، نزيد معاهم 2 حبات تاع طوماطيش قطعتهم وزدتهم لو ميلونج بريزيدون تاعي. كي طاب فقست عليه 3 حبات بيض وحطيته بجي. عندي هنايا كيلو ونص تاع السردين اللي نقيته وزدت معاه مغرف صغيره تاع كمون، فلفل عكري، فلفل الكحل، عندي فلفل دريس، عندي الكيتشوب، وزدت معاه ورقه تاع الرط وخليته بجيه يشرب كامل هذيك الدرسه. هنا عندي رطل تاع السميد، درت معاه 4 كاس تاع زيت الزيتون وكاس لميتو بكاس تاع الماء بيان سور الملح، درت ديكالات طيبتهم في الطاجين. كيما راكم تشوفوا هنا عندي ان ساك اليمونتير، درت فيه 2 كيسان تاع الفارينه، دخلت كامل هذيك لا كونتيتي تاع السردين، غلقت درت الزيت يسخن، قليت السردين تاعي. هذه هي الوصفه تاعينا، كملتها ان شاء الله تنال اعجابكم. فوالا ان شاء الله، ماشي ان شاء الله تجربوها، على بالي بلي تجربوها. فوالا تشكتوكا الله الله كيفاه جات. السردين درت معاه مقله تاع بطاطا. انا الوصفه تاعي كملتها، نخليكم على خير ونتلاقاو ساعه الخير. بالسلامه.